تعرفي تقارنيلي بين يعني مفيش مقارنة خالص بصراحة يعني مفيش مقارنة خالص يعني أول حاجة الشارع بقى مختلف تمام. الأمن بقى مختلف وطبعا محتاجين أكتر وأكتر أكيد. الاحترام للآخر أفتكر بقى مختلف جدا كان في حالة زعر في أي حد مش بس اللي ماشي في الشارع أعتقد في البيت كمان الناس كلها كانت حاسة يعني أنها مش مشدودة الهواء ما فيهوش اكسجين في حاجه مش طبيعيه في حاجه يعني بعد 100 يوم من حكم مرسي كان الاكسجين اتسحب بتاع مصر دلوقتي الاكسجين رجع كان في يعني انا اعتقد ناس كتير قوي كنت بسمعها انها تقول احنا مش عارفين نحلم يا كلمه صعبه قوي يعني الحلم ده حاجه طبعا في غنوه شهيره بتقول لو بطلنا نحلم نموت بالظبط كده اهوت فالناس دلوقتي لا ابتدت تحلم مش كده مشاريع كتيرة دلوقتي موجودة يعني قوانين كتيرة موجودة يعني لحمايتنا ولحماية مستقبل ولادنا يكفي مشروع قناة السويس وغيره تمام. ولسه في حاجات كتيرة جدا حسن ان هيبة الدولة رجعت يعني بقى في رئيس جمهورية تبصوا له كده وتبقى فرحانة ان ده رئيسك طبعا طبعا في دولة في دولة مش حتى مش حتى حتى يا ليلى في شكلهم مش هنقول كمان في افعالهم في شكل الناس بص يعني طبعا في الشكل وفي الطريقة النهاردة مختلفة وكل حاجة بس انا بجد يعني حاسة ان انا في دولة الاول كنت حاسة ان انا في عمدة او جماعة عندي بحترم مؤسسات كتيرة جدا في دولتي طبعا وبثق فيها جدا اهمها القضاء طبعا هم كيف شوفوا اهانوا القضاء قد ايه وحصروا يعني المحكمة يعني الدستورية ده من اهم حاجة عندي ثقة في الجيش المصري عندي ثقة وعندي تفاؤل وعندي ثقة ان في رقابة على 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 كل واحد في عمله ما بيقومش بالواجب اللازم او بيستغل ده